طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية: ميليشيا الحوثي تجمع الأموال احتفالا بسقوط صنعاء. ومن المصدر أونلاين: أسرة في محافظة إب تدفن ابنها مرتين خلال عام واحد. وفي أخبارنا المنوعة: علماء يبحثون عن قارة اختفت قبل ملايين السنين. أهلا بكم. يجمع اليمنيون بمختلف توجهاتهم على اعتبار 21 من سبتمبر 2014 يوما لبداية الانهيار والنكبة وما جاء بعده من مآس ما هي إلا نتيجة لما حدث في مثل هذا اليوم. وحدهم الحوثيون الذين كسبوا وأثروا وأدخلوا البلاد في أنفاق مظلمة، ولذلك يعتقدون أنه يوم للاحتفال. وعنون موقع صحوانت: ابتزاز حوثي لتجار صنعاء لتمويل ذكرى النكبة. وقال الموقع إن الميليشيا الحوثية فرضت مبالغ مالية باهظة على رجال الأعمال والمحلات التجارية الكبيرة والصغيرة بما فيها البسطات في الشوارع، تحت مبرر دعم إقامة احتفالية بمناسبة يوم نكبة الشعب اليمني والسيطرة على مؤسسات الدولة من قبل الانقلابيين. مصادر مطلعة في صنعاء قالت أن الميليشيا تمارس عمليات سرقة ممنهجة، إذ تقوم بإغلاق المحلات والبسطات التي ترفض دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 50,000 إلى 100,000 ريال يمني، كما تفرض مبالغ مالية كبيرة على رجال الأعمال. وذكرت المصادر أن المسلحين ذاتهم الذين أسقطوا صنعاء قبل 5 أعوام اقتحموا محلات صرافة في صنعاء وإب ونهبوا ملايين الريالات بالقوة تحت مبرر دعم ذكرى احتلالهم العاصمة. يتساءل موقع عدن الغد، والذي يتولى تغطية الأحداث في عدن وينتشر محرروه في مناطق مختلفة داخل المدينة، وقد لاحظوا مدى تدهور الحياة وتراجعها إلى حدود غير مسبوقة. وعنون الموقع: وسط عجز الانتقال عن إدارة المؤسسات وغياب الحكومة، إلى أين تمضي عدن؟ مر منذ أن سيطر المجلس الانتقالي على مدينة عدن أكثر من شهر ونصف حتى اليوم، إلا أن المدينة لا تزال مشلولة بشكل كامل. وبدا واضحا عجز المجلس الانتقالي عن إدارة مؤسسات مؤسسة حكومية واحدة أو الدفع بمسؤوليها إلى الأمام. وشهدت غالبية القطاعات الحكومية توقفا وتعثرا لأعمالها، مضيفا إليها توقف موظفيها وتوقف نشاط عموم المؤسسات الحكومية باستثناء القليل منها. وحتى اليوم لا تزال عموم المؤسسات الحكومية وبينها مؤسسات السلطة المحلية عاجزة عن أداء مهامها بشكل كامل. وإلى جانب ذلك يعاني ملف الخدمات تعثرا كبيرا وشاملا على كافة المستويات. ويضيف الموقع: الكهرباء تشهد انقطاعات متواصلة للتيار رغم الحديث المتواصل من قبل المجلس الانتقالي وقياداته عن وصول إمدادات كبيرة للوقود إلى مدينة عدن، لكن دون أن يحدث أو تحدث هذه الإمدادات أي فارق حقيقي في ساعات التشغيل. ولا تزال المرتبات الهاجس الأكبر لأكثر الموظفين الحكوميين الذين ينتسبون للقطاع الحكومي ولجهاز الأمن والجيش. في مثل هذا اليوم فقد اليمنيون بلادهم وأصبحوا من دون عاصمة، رئيسهم محاصر وجيشهم يسلم سلاحه للميليشيات، وأحلامهم تهرب منهم وتتحول من بناء دولة ونظام إلى حلم الحصول على رغيف خبز سلبته ميليشيا الحوثي، التي أول ما فعلته إيقاف الرواتب وسرقة الأموال. أحمد عبد الملك المقرمي يكتب عن جزء من تلك المأساة في موقع الصحوانات. لقد كان يوم 21 من أيلول الأسود يوم إعلان حرب على اليمن واليمنيين. لا يخجل أو يتوارى الحوثيون في اعتبار ذلك اليوم البائس أنه ردة فعل انتقامية ضد ثورة 26 من سبتمبر التي أعطت لليمنيين حقهم في الحرية والمساواة وحكم أنفسهم بأنفسهم بعيداً عن الأغلال والقيود ومصادرة الحقوق التي كانت مؤممة بيد السلالة الحاكمة.
يقوم الصراع اليوم في اليمن بين مشروعين، مشروع الثورة والجمهورية والحرية والشورى والعدل والمساواة والتحول الديمقراطي والتنموي، وهو مشروع الشعب والوطن ومشروع الحياة، وبين المشروع الظلامي للكهنوت الحوثي، مشروع الجهل والتخلف، الظلم والاستبداد والعبودية والطبقات وخرافة الحق الإلهي في الحكم الذي يزعمون معه أن الوطن وما عليه ملك حصري للسلالة، وهو مشروع الموت. تتحكم بالحوثية أطماع وخرافات، أما الخرافة فمزعم الحق الإلهي في الحكم، وقد ترسخ مع الزمن حتى صار موروثا مثقلا بمزاعم وأوهام تشبع بها العامة وكثير من خاصتهم إلا من رحم الله. وأما الأطماع فاستباحة نهب الأموال بنهم وجشع ليس لهما حد، ويرون أن ذلك من مقتضيات حقهم الإلهي المزعوم في الحكم. ومن أجل السيطرة والهيمنة لتمرير ما سبق، فقد استعانوا بالتجهيل وتجفيف منابع العلم والتعليم، وفوق ذلك الصوت والسجون وسفك الدماء والبطش المعروف في تاريخهم. قبل حوالي 6 أشهر تلقت إحدى الأسر اليمنية في محافظة إبن نبأ مقتل نجلها، وهو يقاتل في صفوف الحوثيين بمحافظة صعدة على الحدود اليمنية السعودية. لكن مفاجأة جديدة حدثت قريبا وفقا لموقع المصدر أونلاين. في الحرب يمكنك أن تموت أكثر من مرة. عائلة إدريس تتلقى جثمانين لفقيد واحد. بدأت القصة حين استقبلت عائلة الشاب إدريس عبدو يحيى قاسم الإدريسي في منطقة الوقش بمديرية جبلة جنوب غربية مدينة إب صندوقا خشبيا مغطى بشعار الصرخة الذي ترفعه الجماعة، وكما يحدث في الغالب لا يسمح أو يسمح لأقارب الضحية بفتح الصندوق أو إلقاء نظرة على الجثمان. بعد الدفن قبل 6 أشهر انتهى الضجيج وانفض المشيعون، وعادت أم وأخوات القتيل ليواجهن وحدهن حزن الموت وألم الفراق. قبل أيام تكررت المأساة، وحسب سكان تحدثوا للمصدر أونلاين أنه بعد مرور حوالي 6 أشهر على استلام العائلة جثمان نجلها، فوجئت العائلة أنها على موعد مع استقبال موكب الموت الأخضر من جديد، حيث كانت السيارات المغطاة باللون الأخضر تسير باتجاه القرية وتتصاعد منها أصوات الزوامل المنذرة بالموت والنار. وفيما كان أهل القرية ينتظرون وصول ضحية جديدة، إذ بمسلح الجماعة يبلغونهم أنهم يحملون جثمان الشاب الذي شيعوه الأهالي ودفنوه قبل أكثر من 6 أشهر. ماذا عن الجثمان الذي تم تشييعه سابقا؟ تردد السؤال كثيرا، إلا أن المسلحين الذين أوصلوا الجثمان إلى القرية كانوا هذه المرة على عجلة من أمرهم، وليس لديهم وقت ولا صلاحيات للرد على مزيد من الأسئلة على الأسئلة. باختصار كانت رسالتهم لأهل الميت وأهل قريته: السيد يسلم عليكم ويقول لكم هذه جثة ولدكم الشهيد إدريس، وكتب الله أجركم. كشفت مصادر خاصة عن الأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية لإقالة محافظ البنك المركزي حافظ معياد الذي جرى الإطاحة به، وعنون موقع الحرف 28. على رأسها التسبب بتفجير أزمة حضرموت ومنع تصدير النفط، هذه أسباب إقالة محافظ البنك المركزي معياد. قالت المصادر للحرف 28 إن قرار الإطاحة بمعياد الذي يتهم بإدارة الكثير من الأموال المنهوبة من قبل الرئيس السابق صالح جاء بعد تسببه بتفجير أزمة في محافظة حضرموت أدت إلى منع تصدير النفط، عندما رفض أوامر رئاسية بصرف مخصصات المحافظة التنموية البالغة 18 مليار ريال، فضلا عن نسبة إقليم حضرموت من الصادرات النفطية. وتوترت الأوضاع في محافظة حضرموت خلال اليومين الماضيين عقب تدخل محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية فرج البحسني، حيث قام بمنع تصدير شحنات نفطية من ميناء ضب النفطي بتحريض وإسناد إماراتي. وكشفت المصادر أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وجهوا رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي تضمنت اتهامات للمحافظ المقال معياد بارتكاب تجاوزات خطيرة قوانين البنك المركزي ولوائحه، وتلاعب واسع بعمليات المضاربة وتهريب عملات للخارج دون علم مجلس الإدارة. عالم عربي غير صالح للحياة، تحت هذا العنوان كتب ماهر أبو طير مقاله المشهور في صحيفة الغد مضيفا. 8 ملايين أمي في العراق
وأكثر من 3 ملايين طفل سوري خارج المدارس، فوق عدد الأميين أصلاً. وفي مصر 18 مليون أمي، وفي اليمن 10 ملايين أمي، فوق الطلبة الذين لم يذهبوا للمدارس خلال الحرب الحالية. والأرقام حول بقية الدول العربية مرعبة. عدد الأيتام في العراق يصل إلى 5 ملايين عراقي، وفي سوريا ووفقاً لتقديرات يصل عدد الأيتام إلى 1 مليون، غير الأرقام التي لم يطلع عليها أحد لغياب الإحصائيات الدقيقة. وفي مصر تؤشر الأرقام على 5 ملايين يتيم، وفي اليمن أكثر من 1 مليون يتيم. والأرقام هنا قد تكون دقيقة تماماً أو تقترب من الدقة إلى درجة كبيرة في أغلب الحالات. القصة هنا ليست قصة الدول الأربع، لكنها مجرد نماذج من دول حرقتها الحروب أو الفوضى أو الصراع على السلطة أو تعاني من إشكاليات اقتصادية مختلفة. ولو ذهبنا بالأرقام إلى بقية الدول العربية لوجدنا وضعاً مذهلاً. لا توجد أمة في العالم ستنهض من الفراغ. كل الذين نهضوا كان لديهم مشاريع وخطط استمرت لسنوات متواصلة وأجيال متتالية حتى نهضت أخيراً. عالم عربي ثري جداً من مشرقه إلى مغربه، لكن الإنسان فيه لا يجد وظيفة ولا يجد من يعلمه فك الخط ولا يجد علاجاً ولا تعليماً. عالم غارق في الظلام، وهو غير مؤهل للمنافسة أو استعادة موقعه القديم بهذه الطريقة التي نراها. يقال هذا الكلام لكل من يبيع الناس وهماً حول أن نهضة العرب قريبة، إذ لا المعجزات قادرة على نهضتهم ولا الرياضيات تثبت احتمال ذلك. وسنواصل تراجعنا يوماً بعد يوم ما دامت هذه الأحوال باتت مزمنة بقبول الأنظمة والشعوب معاً. ولو سقطت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معاً في ليلة واحدة فلن نكون ورثتهم في الأرض، إذ ينتظر الصينيون والروس وغيرهم من أمم، فيما نحن نتفرج وننتظر حلاً من غامض الغيب دون أن نعترف أننا نعيش في عالم لم يعد صالحاً للحياة. في جولتنا اليومية بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة لو فيغارو تقريرها المترجم لصالح قناة بلقيس حول معارك شمال مدينة أو شمال ميناء الحديدة وعنونت الجريدة. اليمن: الرياض تشن عملية عسكرية شمال ميناء الحديدة. نفذ التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يوم الجمعة عملية شمال مدينة الحديدة الساحلية على أهداف عسكرية، وهو ما حدث وهو حدث قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في الخليج بعد الهجمات على المنشآت النفطية السعودية. وفقا للتحالف ثم تم تدمير 4 منشآت تستخدم لتجميع القوارب التي يتم تشغيلها عن بعد محملة بالمتفجرات والألغام البحرية من أجل حماية حرية الملاحة. وتفيد صحيفة لو فيغارو يتدخل التحالف المدعوم من القوى الغربية في اليمن منذ مارس 2015 ضد المتمردين المؤيدين لإيران الذين يحتلون العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة شمال غرب اليمن منذ سبتمبر 2014. نشرت الجارديان تقرير تحليلي لمراسل الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتر بعنوان الهجمات على المنشآت النفطية السعودية تسلط الضوء على أكاذيب وحقائق الجغرافيا السياسية. ويمهد وينتر لفكرته قائلا: إن الحقيقة وبكل أسف هي أول ضحايا زمن الحرب، بل وأيضا أول ضحايا زمن الإعداد للحرب. ويواصل موضحا أن الشرق الأوسط يجد نفسه في لحظة غريبة وغير معتادة، فهناك جريمة وقعت وشاهد الجميع أثرها، ثم تقدم منفذها واعترف بها موضحا نوع السلاح ومقدما الأدلة الكاملة، لكن المجني عليه يرفض هذا الاعتراف ويتهم طرفا ثالثا بارتكاب الجريمة. ويوضح وينتر قائلا: مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي حاول كثيرا على متن الطائرة التي أقلته إلى السعودية الثلاثاء الماضي أن يقنع الصحفيين بأن الحوثيين لا يمكنهم أن ينفذوا أو يمتلكوا الوسائل الكافية لتنفيذ الهجوم كما يدعون. ويشير وينتر إلى أن بومبيو في الوقت الذي كان يتهم فيه الحوثيين بالكذب لم يلاحظ أن رئيسه يكذب بشكل مفضوح ويومي، بل وفي الحقيقة فإن دونالد ترامب الذي أصبح البحث عن الحقيقة بالنسبة له مهمة جانبية قد أدلى خلال 928 يوما في الحكم بنحو 1201 كذبة أو ادعاء مخادع بحسب موقع تقصي الحقائق التابع لجريدة واشنطن بوست. ويضيف أن المسؤولين السعوديين من جانبهم يسمحون لأنفسهم بالتعرض للخداع في مسائل تتعلق بالمصالح القومية. ويضيف وينتر أن إيران أيضا
تدخل ساحة المحكمة الدولية الشعبية ويداها ملطخطان بأكاذيب كثيرة، فقد اعتادت على استخدام وكلائها لارتكاب أعمال كثيرة نيابة عنها. ويقول أنه في الفقرة القادمة وبدون شك سيتم استخدام الكثير من وسائل الخداع لإقناع العقلية الغربية بأن إيران شنت هجوما عسكريا على السعودية. هل يغير هجوم أرامكو قواعد اللعبة؟ تحت هذا العنوان كتب محمد حسين الممنوني مقاله المشهور في صحيفة الغد مضيفا: ما تزال سياسة الرئيس ترامب تجاه إيران توصف أنها في أحسن الأحوال مضطربة، غير مستقرة أو فعالة، وفي أسوأها استنزفت الكثير من مصداقية الولايات المتحدة، والأخطر أن المستفيد الأكبر منها بالنهاية إيران. القصف الأخير لمصافي أرامكو النفطية تذكير للعالم وأمريكا أن سياسة إيران الإقليمية خطيرة تقوض الاستقرار العالمي، وهي ممعنة بسلوك سيدفع المنطقة لمواجهة دموية، فلا يتوقع أن تبقى الدول تنتظر العون من أمريكا المترددة، أو أن يبقى الإقليم متفرجاً على تمدد إيران دون أن يحرك ساكناً. الخطير الذي قاله الرئيس الأمريكي في معرض حديثه عن مصدر الهجوم إيران إنه ما يزال يعتقد أن إيران تريد الوصول لتوافق أو صفقة، مقللاً من التوقعات برد فعل صارم تجاه هجوم أرامكو. هذا معناه أن هناك قناة تواصل إيرانية مع ترامب استطاعت إقناعه أنها تريد التوصل لحل الأزمة ولا تريد الحرب ومستعدة للتفاوض. صناع القرار في السعودية والخليج لا شك غاضبون من ذلك ومن خذلان أصدقائهم لهم في مواجهة دولة تقصفهم يوميا دون رادع. أعادت السعودية حجم الإنتاج للسابق معتمدة على المخزون الاستراتيجي، وهذا أدى للسيطرة على أسعار النفط، مع أن سوق النفط العالمي الذي ما يزال متوترا خائفا من هجوم مماثل. السعودية بمسعاها للسيطرة على الأسعار العالمية للنفط ترسخ مصداقيتها والتزامها بسياستها المعلنة في الحفاظ على استقرار الأسعار، مع أن ترك الأسعار منفلتة لفترة كان ليدفع أمريكا والعالم لمزيد من الإقدامية لمواجهة إيران. لا يمكن أن يستقر الإقليم دون إيقاف إيران عند حدود رادعة تمنعها من العبث بأمن جيرانها. الخليجيون صبورون إلى الآن، لكن هذا لا يمكن أن يدوم. شراء منظومة دفاع صاروخي من كوريا الجنوبية على الأرجح سيتبعه خطوات أخرى مع روسيا والصين وباكستان وبناء جيوش ذات قوة عسكرية معتبرة. هذا حق مشروع بالدفاع عن النفس بدل التأرجح مع سياسة أمريكية مضطربة وانتظار مساندة أمريكية لا تبدو قادمة. فلننسى قارة أطلانتس المفقودة. بهذه العبارة أعلن باحثون هولنديون عن اكتشاف قارة مفقودة غرقت تحت الجزء الجنوبي من أوروبا، وكان اسمها أدريا العظيمة، لكن آثارها ماثلة في أكثر من 30 دولة منها تركيا واليونان وإيطاليا وفقا للموقع دي دبليو. علماء يجدون آثارها، أين اختفت قارة أدريا العظمى؟ وقال موقع دي دبليو: قبل ملايين السنين غرقت قارة بأكملها ولم يتبقى منها إلا جزء قليل، ما تزال مطمورة تحت مناطق من جنوب أوروبا، كما توصل الباحثون من جامعة أوتريخت الهولندية، وقام فريق علمي برئاسة البروفيسور دي فان هينسبرغ بجمع بيانات من إجمالي 2300 عينة من الصخور لمدة 10 سنوات، وعملوا على تحليلها من ناحية عمرها ومغناطيسها، ووجدوا أنه لا بد من وجود صفيحة ثالثة من الأرض في منطقة التصادم بين الصفائح الأفريقية والأوراسية. وبحسب الدراسة كانت القارة المعروفة باسم أدريا العظمى بحجم غرينلاند، لكنها اصطدمت بقارة أوروبا قبل حوالي 120 مليون سنة، فضغط الجزء الأكبر من الصفيحة الأرضية في أعماق الأرض. وتظهر التحليلات الجيولوجية أن العديد من عينات صخور القارة الغارقة باتت مبعثرة في أكثر من 30 دولة اليوم. عن ذلك يقول البروفيسور: فلننسى قارة أطلانتس، الكثير من السائحين يقضون اليوم عطلاتهم على القارة المفقودة أدريا العظمى من دون أن يلاحظوا ذلك. ما تبقى من هذه القارة هو شريط يمتد من تورنتو الإيطالية عبر البحر الأدراكيتيكي إلى أقصى الجنوب الإيطالي، وفقا لما ذكره المشرف على الدراسة في بيان صادر عن الجامعة الهولندية.
كما عثر العلماء أيضا على آثار هذه القارة الضائعة على شكل صخور رسوبية في بعض أجزاء سلسلة الجبال بإيطاليا وفي منطقة البلقان وفي اليونان وفي تركيا. المطلوب مواجهة إيران، الأطراف والأذرع أولا. تحت هذا العنوان كتب عبد محمد سالم مقاله المشهور في المصدر أونلاين. كل تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص الضربات التي تعرضت لها معامل الطاقة السعودية في البوقيق وخريص تتجه نحو التأكيد على ما يلي: أن المسؤول عن هذه الضربات هي إيران وليس الحوثي، وأن هذه الضربات انطلقت من الأراضي الإيرانية بالتحديد وليس من الأراضي اليمنية، أن الهدف من هذه الضربات الإيرانية هو النيل من السعودية وأمنها السيادي ومركزها الإقليمي واقتصادها القومي بالدرجة الأولى. على السعودية من وجهة نظر رئيس ترامب أن تدافع عن نفسها وأن تصون أمنها وأن تحمي اقتصادها، وأن الإدارة الأمريكية ستساعدها بتقديم خدمات حماية مدفوعة الثمن. مجمل تصريحات رئيس ترامب حاولت التقليل من خطورة الضربات الإيرانية على انسياب تدفق النفط السعودي للأسواق الدولية. المطلوب من السعودية إن هي أرادت حماية أمريكية من وجهة نظر رئيس ترامب أن تشير إلى خصمها بوضوح وهو إيران بدون لبس ولا غموض، وأن تطلب من أمريكا المساعدة بوضوح لوقف التهديد الإيراني عليها بدون مواربة ولا تغطية، وأن تدفع الأمريكان كلفة الحماية مقدماً باعتبار أن المشكلة السعودية خالصة وليس مشكلة أمريكية ولا دولية. في ضوء الإشارات السابقة لتصريحات الرئيس ترامب يصبح الحذر مطلوباً من أن تنزلق المملكة في أي مواجهات مفتوحة مع إيران في ظل بقاء المعادلة العسكرية والأمنية الحوثيين في اليمن في وضعها الحالي، مهما كانت الوعود الأمريكية للمملكة في دعم حربها المباشرة مع إيران المركز لإيران الأطراف والأذرع. من المهم أن تنطلق الحرب السعودية ضد إيران الأطراف والأذرع أولاً وقبل أي شيء آخر، لا سيما وأن الحرب مع إيران المركز لا يزال من الأمور غير المأذون بها دولياً، فضلاً عن أن إقحام السعودية في حرب مع إيران المركز مع بقاء الأطراف والأذرع لا يعني أن يكون سوى فخ نصب للمملكة بإحكام. مجموعة من أبرز الصور التي نشرتها صحيفة الجاردين البريطانية نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. الكاريكاتير فن يسابق الكلمة والصورة ويحمل الكثير من المعاني ويختصرها في رسمة واحدة. مجموعة من هذه الرسوم في آخر جولة في حلقة اليوم. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.